السلام عليكم، عواشر مباركات. من ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا وجدنا الحلوه ديال العيد ان شاء الله. هذه اول حلوه درتها اللي هي البقلاوه الكاذبه. صراحه كتجي روعه في المذاق، فيها واحد الميكس ما بين الصابلي والمذاق ديال البقلاوه، ولكن صراحه صدقوني كتجي فنه. انا هنا درتها بالكاوكاو وكتجي تبلوز، يعني كتجي روعه وسهله في التحضير، يعني ما كتكلفش شي حاجه بزاف، وتصابلي ديالها يعني سهل التحضير. ان شاء الله بقاو معايا باش نشوفوا طريقة التحضير. المكونات ديالها بسيط بزاف، موجودين في اي بيت. وكأول حاجة هنايا الكاوكاو. الكاوكاو من الاحسن يكون هذاك الكاوكاو اللي يكون كبير، صراحة كيجي فيها بحال المذاق ديال اللوز. المهم هنايا راه درتو بالقشور ديالو، قرملتو. انا كيعجبني يكون محمر بزاف، داكشي خليته محمر. بالنسبة للناس اللي كيبغيو الكاوكاو يبقى ابيض يخليوه ابيض، يعني ماشي مشكل. المهم هنايا درت تقريبا 800 غرام العجينة. غادي ندير 3 ديال الكؤوس ديال الطحين اللي قلنا، وهنا خديت تقريبا اللي غيكفيني الكاس ديال، المهم هنايا كاس ديال الزبده مذوبه العاديه. انا هادي كنستعمل ديال العبار العاديه. وزدنا عليهم قبيصه ديال الملحه و ساشي ديال الفاني. وهنا وجدت طربت غير بيضه وحده طربتها، غادي نحطها بين ما نخلط الزبده مع الدقيق. وكنحاولوا نرملوا هذيك الزبده مع الطحين. وكنضيف الخليط. هذيك البيضه اللي طربت هي باش غادي نحاولوا اننا نجمعوا العجين وغادي نزيد حتى مظهر. صافي كنخلطوا هادشي. بالنسبه للعجينه يعني ما كتبغيش يدليك، المهم ان غير دوك المكونات انهم يتخلطوا، خصوصا البيض. البيض الا ما تخلطش مزيان مع هذيك الزبده كيبقى هكاك، دوك داك اللون ديالو صفر كيبقى. كنحاولوا نجمعوهم غير بالصبعان باش تجمع لنا العجينه. من هنايا راه جمعتها صافي، غادي نخليها ترتاح. هي راه كتبغي تبقى حتى الا قدرتي ديريها مثلا وتخليها 4 سوايع ولا 5 سوايع تخدمي بها مزيان. انا ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه. غادي نخليها ترتاح باش نمشي نطحن الكاوكاو. مهم الكاوكاو هو هذا، راه طحنته انا، راه هنا الا شفتو راه حمرته مزيان. كيعجبني داك المذاق اللي كيطلقو. مهم ما هرمشتوش مزيان، خليته شي شويه هكا، خليته كونكاسي واحد شويه. مهم دابا غادي نزيد عليه سكر سنيده. هنا عندي نص كاس في كيلو ديال الكاوكاو تقريبا، نقصت منه واحد شي شويه. وغادي ندير فيه ساشي ديال الفانيليا، اللي عندها فاني سائله ديرها، ولا اللي عندها شي كحده اخر حامض ولا هذا ديرو ماشي مشكل. هنايا عندي تقريبا جوج معالق ديال الزبده مذوبه. هاد الخليط هذا بغيتو يكون شويه مبسبس، ما يكونش مجموع. وتقريبا معلقه ديال الماء ديال الزهر، وغادي نخلطهم باش نحصل على واحد الخليط اللي ماشي ما يكونش هكا متماسك، يكون شويه مبسبس. راكم عارفين بحال ديال البقلاوه تماما، تقريبا بحال هكا، ما يكونش مجموع. صافي بحال هكا. هذا هو الكاوكاو، هكا خاصو يكون. هنا غادي نجيب طاولة غادي نسرح فيها العجين، غادي نخلي الكاوكاو على جنب وغادي نسرح العجينة هنايا. صافي دابا غادي نديرها في الطاوة وعاد غادي نكمل التبسيط ديالها.
جوج رقيقه وجوج غليظه تكون عاديه، وكنطلعوا هاد الحوافي واحد شويه هادو هاد الجنيبات باش ملي كنديروا داك الكاوكاو تيبقى واحد المساحه فيه يبقى صافي. من بعد غادي ناخذوا الكاوكاو ديالنا انا حمرتو، درتي واحد التحميره ديال الغدايا حمرتو مزيان صافي. كنسطفو غير بشي شويه على هذوك يعني داك القدر اللي كنا درنا ديال العجينه نصاوب العجينه الثانيه وهنا كنحاول انني نبسطها مزيان يعني باش تكون يعني قد ما تجيش حاجه بلاصه منفوخه وبلاصه هابطه. ودوك الحوافي كنحاولوا باش العجينه اللي كانت لتحت تلصقوها مع الفوق مع اللي درنا الفوق باش داك الكاوكاو اولا ديك الحشوه اللي غادي ديروا ما غاديش تخرج صافي. وكنحاولوا ان هي صراحه العجينه زوينه كانت سهله يعني ما كتقطع ما كت يعني ما كتشتت حتى حاجه. وهنا كنحاول ندير دوك المهم مربعات اولا شكل معين داك اللي كيجي مايل اللي بغيتو المهم داكشي يجي متساوي وصافي. حتى اللي ما كتقنش دير داك الكارطون اللي كيشدو به العبار. وانا هنا درت مربعات صراحه بقلاوه عاديه تقليديه كلاسيكيه وغادي ندير ديك الحبه هكا ديال الكاوكاو من الوسط منها صراحه كيجي زوين. غير ردوا البال باش ما يخرجش الكاوكاو من جنب العجينه. ورصيت دوك الكاوكاوات من الفوق صافي. حتى اللي ما عندهاش الكاوكاو ممكن انا دير داك الزويوقات بداك المنقاش داك بحال اللي باش كنزوقوا به الكعاب. وصراحه الزويوقه ديال المنقاش كتجي احسن. انا الصراحه غير ما عنديش داكشي علاش ما درتوش. وحاولوا هاد الكاوكاو هذا تضغطوا عليه غير واحد شويه باش ما مع الطياب ما يطلعش يتحيد. سخنت الفران على درجه 180 وردوا ليه البراد غير كيتحرق من الجناب. هنا خديت العسل وضفت له الماء زهر. بالنسبه للحلوه ملي غادي تخرج سخونه غادي نسقيها بالعسل بارد يعني ما نحتاج انني نسخنه باش تبقى ديك اللمعه الفوق ويبقى يعني غيشرب العسل مزيان. المهم انا درت هنايا الماء زهر درت غير تقريبا معلقه. اللي بغى يزيد يزيد العسل عندي تبارك الله خاطر. وما غاديش نكثر العسل ما كتعجبنيش يعني فيها بزاف د العسل. مي هي راه تبارك الله بحال دابا هاد الطاوه هادي غتحتاج كيلو لارب ديال العسل. انا ما نقدرش على داكشي كامل غادي ندير غير نسقيها هكا غير من الفوق. اما اللي كيبغي البقلاوه هكا مشربه فيدير العسل بزاف تتغرق. كنخرجها وهي سخونه كنسقيها بهذاك العسل كما كتشوفوا. الصراحه ما خليتش ليها لان الصراحه العسل ديجا هو اللون ديالو يعني احمر. خليتها غير واحد شويه غير طاب صاب لي طاب صافي. وسقيتها بهاد العسل هذا كما قلت لكم هي راه كتبغي العسل بزاف. انا كنحاول غير نسقيها من الفوق ومن دوك الجوانب اللي ديجا ضربناهم بالموس صافي. يعني ما كتعجبنيش حلوه بزاف وغرقه بالعسل. كنحاول هكا ندخل داك العسل في الجوانب ديال الجنب ديال الطاوه وتفادوك الشقوقه كاملين لان العسل ضروري خاصو يشرب باش كتجي بنينه وكتجي رطبه. لان دابا العجينه الفوقانيه ديال الصابلي تماما بحال الصابلي
ولكن ملي كتحطي عليها العسل كتشرب وكتجي شيشه، او ميم طون كتجي هكا مشرب داك العسل. جربوها كتجي صراحه زوينه. انا ما عمري درتها اول مره، ولكن جات الصراحه صدقات وجات زوينه. صافي دابا غادي نخليها تشرب، غادي نخليها تقريبا نهار كامل. كما كتشوفوا ملي كتبقى راه كتعسل وكتجي من الداخل معسله بحال الا درتي العسل في الكاوكاو ديجا في يعني في الداخل. المهم هنا ياخد دوك الوريقات باش نعمر هاد البقلاوه فيهم. وطريقه الاحتفاظ بها صراحه كندير هاد البلاستيك الغذائي باش ديك العسل ما يخسرش من الفوق، يعني كتبقى كك صراحه غارقه بالعسل، كتبقى كما كتخليها. كل كنستف يعني البقلاوه ومن بعد كندير البلاستيك الغذائي، ومن بعد عاوتاني كندير واحده اخرى وهي غاده، كيحافظ عليها وكتبقى صراحه مزيانه. واللي بغى يخليها يعني اطول مده ممكنه ممكن انه يديرها في الثلاجه، يعني البقلاوه و هي درتيها حتى في الفريغو تتبقى مزيانه. وها هي البقلاوه الكاذبه وجدات، صراحه كتجي زوينه كما قلت لكم اول مره كنجربها. المره الجايه ان شاء الله نجربها باللوز، صراحه باللوز غتجي احسن. صافي هذه هي الحلوه، ان شاء الله غادي ندير معكم حلويات واحد اخرين، واحده ديال الكاوكاو والطحين المحمص صراحه هي جات زوينه، والصابلي العاديه غنوع فيها كثلاثه ديال الشكيلات او لا جوج على حساب، وحده ديال الشوكولات. هادشي اللي غادي نضرب لكم موعد ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف وعواشركم مبروكه.